السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله سنة أولى هنشتغل مع بعض نص جديد بعنوان من أعمال الخير. النص ده نثر وهو حديث بيتكلم عن أعمال الخير. اقرأ كده معايا النص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. نقرأ مع بعض كده اللغويات. سلامة جمعها سلاميات، صدقة جمعها صدقات، تطلع تشرق مدها تغرب وتختفي، تعين تساعد، والمضاد تتخلى عن، جمع دبة دواب، المتاع جمعها أمتعة، تميت الأذى تبعد وتزيل، والمضاد تقرب، الأذى الضرر، والمضاد النفع والفائدة. شرح الحديث: يدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التصدق شكرا لله على نعمه، ففي كل يوم علينا أن نتصدق عن كل جزء من أجزاء الجسم. أنواع الصدقة نوعين: صدقات قولية مثل العدل بين الناس والصلح بين المتخاصمين، الكلمة الطيبة كذكر الله أو الدعاء للنفس والغير، إلقاء السلام ورده أو الشهادة بكلمة حق أو النصيحة لمن يحتاج. صدقات فعلية أي بدنية بالجسد، مساعدة الإنسان في ركوب دبته أو رفع ما تعاه عليها، السعي إلى الصلاة فبكل خطوة نمشيها إلى الصلاة في جماعة صدقة، إماتة الأذى عن الطريق أي إبعاد ما يؤذي الناس عن الطريق كالأحجار وغير ذلك. أهم الجماليات معايا: كل سلامة من الناس عليه صدقة، تعبير جميل يدل على وجوب شكر الله عز وجل على جميع أعضاء البدن بإخراج الصدقات. كل يوم تطلع فيه الشمس تعبير جميل يفيد الاستمرار وضرورة المداومة على هذه الطاعات. تعدل بين اثنين صدقة، تعبير جميل يدل على أهمية العدل. فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، حرف العطف أو يفيد تنوع أشكال التعاون. علاقتهما بما قبلها تفصيل بعد إجمال. تحمل ترفع نفس المعنى، بينهما ترادف يؤكد المعنى ويوضحه. الكلمة الطيبة صدقة، تصوير الكلمة الطيبة بالمال الذي يجب أن نتصدق به، وفي ذلك بيان لأثر الكلمة الطيبة في الناس. تميت الأذى عن الطريق صدقة، تصوير للأذى بشيء مادي يمكن إزالته من الطريق. وبكده يا سنة أولى إحنا خلصنا نص من أعمال الخير، والحديث بيدعونا إلى نشر الخير والبر في الحياة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.